في سنة 77 سجلت أول كاسيت. نعم. شلون كان تقبل الناس له؟ خصوصاً في ذاك الوقت كلها تنزل كاسيتات. نعم، وكانوا أكو مطربين نشاط بيها. نعم. كان عباد الله رحمه، وكان فرج. فرج وهاب. نعم. منكم. يعني المطربين الكبار. فكانت مثل المباراة صارت بيها. التسجيل كان للبصرة. نعم. للبصرة. ومو كاسيت واحد، ثلاثة سجلت. ثلاثة سجلت. أي من طلع الأول واحد جون التسجيلات ثلاثة سجلت. جميل، يعني الناس تقبلت وتناقلت. كم كان عمرك في ذاك الوقت؟ صوت جديد ولحن صحيح. وكلام صحيح. مهم للمطرب الريفي أن يكون صاحب مثل ما نقول طور جديد يؤدي بصوته حتى الناس تتقبله، ولا لازم يكرر الأطوار كلها؟ لا، هو المطرب اللي يثبت جدارة نعم. يأخذ طريق خاص فيه يعني. نعم، خلي بالبداية يقلد ما يخالف، بس بعدين صحيح. يرتكز على اللي يكون يتابع له الصوت هذا. جميل. أي، هو هذا نجاحه. جميل. أنت تعلمت عزف العود. إيه. علمك علي صباح الخياط. إيه الله يذكره بالخير. وعباس غيلان. وسام عباس غيلان. نعم. وشلون علاقتك ويا العود الآن؟ والله أنا بتعرف كنت عسكري. نعم. أجيب السنة حسنة قبل. صح. فما ما ممارس على طول. نعم. إيه. نعم. أنت في البداية كانوا يسمونك يونس العسكري. العسكري، كنت نروح للصالحية. الصالحية مقر. نعم. اجتماع جميع الفنانين. صحيح. والكتاب والشعراء. نعم. فمن أجي يقول لي هذا يجي العسكري، صار له وضع صوت. جميل.